اللهم لك الحمد كما خلقتنا، اللهم لك الحمد كما هديتنا، اللهم لك الحمد على ما أعطيتنا وأكرمتنا، بسطت رزقنا، أظهرت أمننا، كبدت عدونا، جمعت فرقتنا، أحسنت معافاتنا، فلك الحمد على كل ذلك ربنا. اللهم إنا نسألك يا الله، اللهم احفظنا بالإسلام قاعدين، اللهم احفظنا بالإسلام راقدين، اللهم لا تطمع فينا الأعداء ولا الحاسدين. اللهم يا حي يا قيوم، اجعلنا ممن ذلت جباههم لكبريائك ولانت جلودهم لذكرك وجلالك. لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك. اللهم املأ قلوبنا بحبك، اللهم املأ قلوبنا بحبك، املأ قلوبنا بتلاوة كتابك وتدبر آياته يا ذا الجلال والإكرام. اللهم فبعلمك الغيب وقدرتك على الخلق، اللهم أحينا ما علمت الحياة خيرا لنا، وتوفنا إن كانت الوفاة خيرا لنا. اللهم يا ذا الجلال والإكرام، لك أسلمنا وبك آمنا وعليك توكلنا. اللهم فأحينا على الإسلام وأمتنا على الإيمان. اللهم اجعل آخر كلامنا من الدنيا لا إله إلا الله، عليها نحيا وعليها نموت وعليها نبعث يوم نلقاك، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا برحمتك واصرف عنا شر ما قضيت، فإنك تقضي سبحانك ولا يقضى عليك، إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت. تباركت ربنا وتعاليت، ونستغفرك من جميع الذنوب والخطايا ونتوب إليك. لا منجا ولا ملجا منك إلا إليك. أسألك يا مولانا أن تحسن وقوفنا يوم العرض عليك. اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا منتهى آمالنا. اللهم اجعل الفردوس هي دارنا، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لحينا وميتنا، وشاهدنا وغائبنا، وصغيرنا وكبيرنا، لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا وفرته، ولا همًا إلا فرجته، ولا كربًا إلا نفسته، ولا دينًا إلا قضيته، ولا مريضًا منا ومن المسلمين إلا شفيته، ولا ميتًا من المسلمين إلا رحمته، ولا ضالًا من المسلمين إلا هديته، ولا غائبا إلا رددته، ولا مسافرا إلا أوصلته، ولا عسيرا إلا يسرته. اللهم ربنا خالقنا، لا تجعل منا محروما من الذرية إلا أعطيته. اللهم ولا فقيرا إلا رزقته، ولا غنيا إلا باركت له فيما وهبته، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نعوذ بكلماتك التامات من شر ما خلقت، ومن شر ما ذرأت، ومن شر ما برأت،
ومن شر فتن الليل والنهار، ومن شر كل طارق إلا طارقا يطرق بخير يا رحمن. نعوذ بك من فتنة المحيا والممات، ومن فتنة المسيح الدجال، ومن فتنة القبور، ومن نار جهنم. اعتقنا 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 في هذه الساعة من النار. اكتب لنا البراءة من النار في هذه الساعة برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم آمنا في أوطاننا، أصلح أئمتنا وولاة أمورنا. اللهم ظلل بالأمن والأمان بلادنا وبلاد المسلمين. اللهم احفظ إمامنا خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين. اللهم أعزهما بعزك، أيدهما بتأييدك، أعنهما وفقهما. اللهم سخر لهما جندا من جنودك، واجعل ما يقدمانه في موازين حسناتهم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم احفظ جنودنا، اللهم احفظ رجال أمننا في داخل بلادنا وعلى حدودنا. اللهم ثبتهم الآن على الحدود، اللهم سدد رميهم، اللهم داوي جرحاهم، اللهم قوي عزيمتهم، اللهم انصرهم على عدوك وعدوهم ومن مات منهم وهو يدافع عن بلاد الحرمين وعن مقدساتنا وعن أعراضنا. اللهم فاقبله عندك في الشهداء يا ذا الجلال والإكرام. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وأدخلنا الجنة مع الأبرار برحمتك يا عزيز يا غفار. صل اللهم وسلم وبارك على حبيبك ورسولك وصفوة خلقك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.